الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله شهاده تنجينا من عذاب النار وتدخلنا الجنه من غير سابقه عذاب ولا عقاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه اشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ومحى الغمه وجاهد في الحق جهاد حتى اتاه اليقين فصلاة وسلاما على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احب الناس الى الله انفعهم للناس او كما قال عليه الصلاه والسلام. اما بعد، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعمل له. انظروا إلى العمل الصالح نحن مأمورين به. حتى في هذه القصة إذا أردنا أن نقسم القرآن قسمناه إلى ثلاثة أقسام: قسم للقصص، وقسم العقيدة، وقسم العبادة. قسم القصص عبادة، لأن القرآن شعار حياتنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين ثلاثة رسل لهذه المدينة، ومع ذلك قرر هذا الرجل أن يذهب ليساعدهم. والسؤال لماذا؟ لماذا ذهب هذا الرجل ليساعد ثلاثة أنبياء؟ حتى يعذر إلى الله. نحن نعمل لنعذر، سنسأل يوم القيامة عن كل عمل نعمله، وإذا عملناه لماذا عملناه؟ ولكن الأدب يجب أن نتعلمه من القرآن. الأدب كما قال في هذه الآية، انظروا إلى هذه الآية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أتى، يبقى أول حاجة، أول شيء أتى يسعى ولم يأتي يمشي أو يأتي يريد يقدم رجله الأخرى أخرى. لا، عندما رأى أن الحق يجب أن يوقف بجانبه ذهب. يبقى أول أمر سعى رغم علمه بثلاثة الأنبياء. ثانيا دعاهم بالحسنى. انظروا ماذا قالهم جاء نقصد قال يا قوم اتبعوا المرسلين. دعاهم بالحسنى ثم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أظهر خير هذا العمل وخير كيف نتبعه. لذلك الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هم لا يطلبون منكم أجرا، فاستفهموا. أكثرنا يخاف عندما يطلب منه أجر، ولكن سبحان الله هم لا يطلبون منكم الأجر. ثم يبدأ بنفسه، إني آمنت بربكم فاسمعون. هو آمن بالأنبياء. وثم بعد إعلانه هذا ثبت على الحق. سبحان الله، رغم انه هذه ليست الخطبه، ولكن بعد ان مات ماذا قال؟ انه صالح، دعا دعوه ذكرت في القران. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعا لقومه ان يعلموا انه بسبب عملي هذا هو في الجنه. فخلد الله ذكر هذه الدعوه في القران. هذا من فضل دعائه وفضل عمله وفضل محاولته ان يسعى بالفضل الحسنى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما بعد، النتيجه، اكثرنا ينظر الى النتيجه ويقول ماذا يهم؟ انا ماذا فعلي سيغير؟ لن يغير شيء. ولكن أنت تعمل لتعذر أمام الله سبحانه وتعالى، تسعى قدر استطاعتك لتعذر أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي ذكرته أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، تسعى في نفع الناس، تسعى في العمل، تسعى في الخير مهما استطاع مهما فعل ومهما ضاق عليك الأمر. ثم ننتهي بالقول سبحان الله ادعو إلى سبيل ربك. الدعوة، أكثرنا يقول أن الدعوة عندما يدعو
يحاول قدر استطاعته أن يدعو بالقوة. يجب أن تفعل. لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يجب أن تتعلم كيف تدعو. تعلم أي شيء. عندما تتعلم أي أمر نحن نتعلمه جميعا. عندما أتينا إلى هذه البلد تعلمنا اللغة الإنجليزية. عندما دخلت في عمل تعلمت العمل الجديد. فكيف تدعو؟ كيف تدعو إلى الله؟ هذا هو الطريق. نحن نعمل لإبراء الذمة إلى الله. عندما نقف أمامه سنسأل، وعندما نسأل هل عندك من إجابة على أي عمل؟ سبحان الله. أختم. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. العقل يقول يسأل الكاذبين عن كاذبهم. الكاذب هو اللي يسأل. لا، الله لم يقل ذلك. يسأل الصادقين. أنت صادق ليه؟ لماذا أنت صادق؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ لأنك تفعل، قد تفعل القول ولا تقصده. إذا يجب علينا أن نبرئ ذمتنا إلى الله، ونسعى قدر استطاعتنا أن نقف أمام الله نقول له: فعلنا من أجلك يا رب لأننا نحبك يا رب، فعلنا ما فعلنا لأننا نريد قربك يا رب. هذا هو الطريق. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله، وأقم الصلاة.